بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ مكملين مع بعض بقية فيديوهات توتوريالز 101 سيكوال سيرفر 2012. بعض الناس كان لهم توجه ان ازاي اتعامل مع السيرفر من خلال الكوماند او الباور شيل، مش من خلال الاس اس ام اس او سيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو. واحنا خصصنا التوبيك او الفيديو السريع ده ان شاء الله في فهم الكوماند او الباور شيل. طيب انا لو جيت دلوقتي يا شباب فتحت الكوماند بتاعي، تعالى كده بس نغير شوية حاجات فيه بحيث يكون واضح لكم على الفيديو. اغير بس الفونت اخليه كبير شوية، تمام. color ايه تمام. فكرة الكوماند ان انا عندي حاجة اسمها SQL command، وده موجود علشان ان انا ابدأ اعمل كونكت واتعامل مع قواعد البيانات. انا هديك مثال دلوقتي بسيط جدا في ازاي اتعامل معاه. بالمناسبة انت لو خدت مسافة وخدت سلاش وعملت علامة كويتشن مارك، ده معناه ان انت طلبت الهيلبر، ودي مجموعة الاوامر اللي ممكن تستخدمها داخل الكوماند هنا. نفس الكلام بالنسبة للباور شيل، علشان هنشرح على حاجة واحدة. ويندوز باور شيل، تمام. وطبعا بالتبعية الاتنين لو قدرت اتعامل مع واحد انا اقدر اتعامل مع التاني. على سبيل المثال قلت هنا سيكوال سي ام دي سلاش علامة استفهام انتر، نفس الناتج واحد، واقدر اشتغل من هنا او من هنا، ده على حسب الاتاحية بتاعتي. طيب انا هشتغل على البرومبت بحيث ان انا هعمل كذا امر كده، منهم ان انا اكريت قاعدة بيانات CLS. CLS ده اختصار clear all screen، بحيث ان الشاشة كلها تبقى فاضية. طيب اول حاجة ازاي ممكن اكريت داتابيز من هنا؟ الاول ببدأ اقول له SQL CMD. انا كده دخلت على البرومبت، بدل وجد لي رقم واحد، تمام. الاكسكيوتنج هنا بيكون من خلال ان انت بتنهي الباتش بتاعك او بتنهي الحزمة من خلال كلمة جو. فانا هنا هقول له يوز ماستر، طبعا انا هكرييت حاجه فلازما ايوز الماستر. لما بقول له جو بضغط انتر بدا يقول لي شين داتا بيس كونتكست تو ماستر، يعني هو دلوقتي واقف على الماستر. طيب كرييت داتا بيز نسميها وليكن تيست سي ام دي جو، مفترض كده ان هو خلصها. طيب هبدا اقول له يوز، لو طلع معايا ايرور بيطلع، يعني بيتكتب الايرور. لو انا مثلا قلت له يوز تيست سي ام دي اس، انا ما عنديش سي ام دي اس، وبدات اقول له جو، بدا يقول لي ان انا ما عنديش بالفعل الداتابيز ديت، مش موجوده ضمن النطاق، يعني رساله المسج هتطلع ايرور كانك شغال جوه سيكوال، وبدا ينقلك لباتش جديد. طيب هنقول له يوز تاني، نضغط على السهم اللي فوق فبيجيب لك الاوامر السابقه، السهم اللي هو اللي في الكيبورد اللي فوق ولتحت. فبقول له يوز تيست سي ام دي وابدا اقول له جو، المفروض ان هو غير دلوقتي على السي ام دي. تعالى بقى نكريت جوه السي ام دي تيبل، فاجي هنا واقول له كرييت تيبل نسميه مثلا امبلوي المعتاد، يعني امبلوي هيكون في انت اي دي نوع انت، يكون برايمري كي، ويكون ايدنتيتي، تمام، ويكون عندي كمان النيم، وده هيكون ان فار شار 50. حد ممكن يقول لي طب وانت هتدخل ان فار شار منين؟ انا بكاري الداتابيز يا شباب، يعني المفترض ان هي تشتغل عند حد تاني او ممكن تشتغل من خلال انترفيس. لما قلت جو المفروض ان الباتش خلص وانا دلوقتي كريت التيبل ده. طيب اثباتا ان اعمل جملة انسيرت انتو التيبل اللي اسمه، معلش، اسمه امبلوي، ادي امبلوي. طب الفاليوز القيم بتاعك، طبعا الاي دي واحد، فاحنا هنطلع الاي دي من الموضوع، وهبدا اقول له سيد كوما، كده انا بعمل رو تاني ريتاج كوما، اسامه، وبدات اقول له جو. قال لي 3 روز،
افكتد، كاني شغال عادي خالص. والدليل على كده الاكتر سيلكت اول فروم امبلوي جو، بدأ يعرض لي الداتا. وبالفعل انت ممكن تموديفاي، يعني مثلا على سبيل المثال عايز اموديفاي رقم 2 او اعمل فيه تعديل، يبقى ابديت الامبلوي اسمه او التيبل اسمه امبلوي، ست النيم بيساوي ري تاج السيد وير، لازم طبعا جملة وير الاي دي ايكوال تو جو. قال لي وان رو افكتد، تعال نقول له سيلكت اول فروم امبلوي مرة تانية جو. بدأ يعدل على حسب الداتا اللي انا دخلتها. وبكده انت تقدر تعمل ابديت ديليت تكريت اي حاجة تتكلم في نطاق عادي خالص. هدي لك مثال سريع كده، لو عملنا اكزت، طبعا انا هنا قفلت السي ام دي بتاع سيكوال، لو كتبت اكزت تاني هقفل البرومبت تايبنج او الكوماند او الكوماند لاين. من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده في الـ في الـ في الهيلبر ان انت ممكن تلوج من خلال باسورد ويوزر نيم، وديت موجوده لو احنا رجعناها سريعا كده اس كيو ال سي ام دي وضغطت مسافه سلاش علامه استفهام، كان عندي حاجه اسمها اليو لو انت شايفها فوق في الاول خالص، يو ديت بتدي له الاي دي، وبي بتدي له الباسورد، واس بتدي له السيرفر، واتش بتدي له الهوست. طيب ازاي اشتغل بدول؟ علشان دي مهمه قوي. لو انا بفترض معاك ان انا عايز اكونكت على سيرفر معين جوه داتابيز معين، احنا لسه عاملين داتابيز اسمها تيست سي ام دي صح؟ طب لو انا قلت له سي ام دي او اس كيو ال سي ام دي، لو انا جيت هنا قلت له سيلكت اول فروم امبلوي، هو هيجيب لي انهي امبلوي؟ هو شايف انهي داتابيز؟ لو انا جيت وقلت له جو، تعرض لي حاجات كتيره قوي. دي الامبلوي اللي جوه الماستر، لانه هو اول ما بيخش بيفتح مين؟ ماستر. برافو. طيب انا بقى لو عايز في السي اس كيو ال سي ام دي يفتح لي على طول على الداتابيز بتاعتي، ركز كده، هاخد مسافه سلاش دي واخد مسافه وابدا اقول له اسم الداتابيز بتاعتي اللي هي تيست سي ام دي، كده انا كونكت على الداتابيز دي، يعني انا دخلت على الداتابيز دي. شفت بس الفرق بتاع الليترالز او الحروف اللي انت هتحطها؟ لما اقول له نفس الامر سيلكت اول فروم امبلوي، انت فاكر الجدول اللي احنا كنا لسه عاملينه؟ لما اقول له جو، دول الامبلويز اللي انا عدلت فيهم، يبقى انا دخلت على داتابيز بعينها. ممكن كمان ابعت له جمله السيلكت مع السي ام دي، يعني انا لو قلت له اكزت قفلت خالص اهو ورجعت تاني قلت له اس كيو ال سي ام دي، انت هتفتح على الداتابيز، يبقى داش دي اسم الداتابيز ايه؟ تيست سي ام دي، وهتشتغل على الكويري، يبقى كيو دي الكويري. ايه بقى الكويري بتاعي؟ اني اقول له سيلكت، ولازم يكون ما بين دبل كوتيشن، وعلى فكره الحاجات دي هتشوفها في الهيلبر، يعني احنا لو طلعنا فوق بس طبعا الهيلبر هتلاقيه اختفى. لا كويس لسه موجود في كيو اهي، شايف كيو؟ أنا ممكن ما اكونش شايفني فانا هحاول امارك، ها كيو اهي صح، بيقول لي السي ام دي لاين كويري ويكون ما بين دبل كوتيشن. فانا هنزل تحت تاني بسرعه كده وابدا اقول لك سيلكت اول فروم امبلوي، يبقى امر واحد او كوماند واحد زي ما بنقول معناه دخلني على سيكوال سيرفر، اتصل بقاعده البيانات او يوز لقاعده البيانات تيست سي ام دي، نفذ امر الكويري ده. جاست بس ان انا ضغطت انتر الراجل نفذ كل الكلام، تمام. فالمقاطع دي بتفيدك طبعا لو انا شغال على سيرفر ريال، هحتاج فكره ان انا اكونكت من خلال يوزر نيم باسورد اللي هو، تعالى ناخد مارك، ها اللوج اي دي اللي هو اليوزر نيم عندك او اللوج، خلاص احنا عرفنا ان في فرق ما بين اليوزر نيم واللوج. اللوج ده المفتاح، اليوزر نيم ده المستخدم اللي بيستخدم المفتاح وبيتضاف عليه البرميشنز والصلاحيات والجرانتي بتاعي. الباسورد ده التاكيد او البروف اللي بياكد لي. الهوستنج لو انا معايا هوستنج معين، لو انا بتراستد كونكتد معين، لو انا بشتغل على داتابيز على طول دايركت زي ما اتخدنا من شويه، لو انا عايز اكويري التايم بتاعي تايم اوت يخلص، ودي هنتكلم عليها في تريكه مهمه جدا. ايه فكره التايم اوت؟ خلي بالك لان في
حاجات احنا ما خدناهاش. انا هوقف كده فكرة السي ام دي، هنبدأ نقول له اكزت، وهنا اكزت للنهاية. نفس الاوامر دي زي ما اتفقنا يا شباب تنفع تتنفذ على الباور شيل، مفيش اي مشكلة. طيب عندي حاجة مهمة جدا تعتبر من المور ادفانسد توبكس، وهي مشكلة اللوجد اللي بتحصل على الابليكيشن. لو انا رجعت معاك هنا مثلا، دي كانت صورة بعض الابليكيشن لما بنيجي نشتغل عليها في سيرفر ريال، ده طبعا سيرفر بيديني ايرور ان الابليكيشن بتاعي عمل تايم اوت، عمل اوبريشن تايم اوت، او الويتنج بتاعه انتهى. ده ما بيبقاش عيب في البرنامج في الكودينج، ده بيبقى مشكلة ان التيبلز اللي انت بتشتغل عليه حصل له حاجة اسمها اللوجد. طبعا اللوجد ديت كلام كبير ممكن نبقى نعمل عليه فيديو بحيث نوضحه، بس ازاي اعمل كويري ما ينفعش يتعامل معاه لوجد. خلينا نشتغل دلوقتي على شكل اسرع شوية عشان التوبيك ده محتاج مني ان انا افتح سيكوال واوريك ايه فكرة السيرفر ايرور بتاع الويتنج اوبريشن تايم اوت. تعالى نعمل كونكت. بالمناسبة الداتابيز اللي احنا كريتناها تأكيدا للكلام ده كان اسمها تيست سي ام دي اهي. لو انا دخلت ادي التيبل اللي احنا عملناه، على سبيل المثال يا شباب انا هاجي اعمل كويري على الاستاذ ده. طيب جيت هنا اخترت سيلكت اول فروم امبلويز. لو الامبلويز دي حاجه المفروض كل اليوزرز بيخشوا يشوفوها زي الكاتيجوريز مثلا، انت بتخش على موقع تسوق فبتبقى اهم حاجه ان انا اخش اشوف الكاتيجوري المتاحه عندي. طيب انا بكويري وبفلتر عليها، يعني انا عندي دروب ليست كده او ليست بختار منها، فالمفروض ان هو لما اقول له سمارت فون فيعمل كويري وير السمارت فون الاي دي بتاعه كذا، فيفلتر الكاتيجوريز اللي عندي فيجي لي بس السمارت فون. لو انا عايزها كار، لو انا عايزها لابتوبز، بي سي، اي بقى حاجه تانية. المشكله ان انت عدد الناس اللي هتشتغل على الكويري ده نتيجه ان هي بتران الكويري ساعات بيجي على الجدول ويعمل لوكت. طب انا عايز دايما الكويري ده ما يحصلش عليه لوكت. تمام، يعني انا بقول له سيلكت اول فروم امبلوي، كل اللي انا هزوده ويز وافتح قوس كده واقول له نو لوك واقفل القوس ده. بس بالنسبه لي اكسكيوتنج للجمله دي جاب لي الداتا، اكسكيوتنج للجمله دي برضو جاب لي الداتا، بس الجمله الثانيه مش هيقفل معايا نتيجه ان حصل لوكد على التيبل. يعني ايه لوكد على التيبل؟ دخل معايا، طبعا المشكله دي هتبان معاك 1000 مستخدم بيستخدموا التيبلز بتاعك وكلهم دايركت عليه وبيعملوا كويري على نفس التيبل او بيكسكيوتوا نفس الكويريز. في الحاله ديت هيبقى ممكن حد منهم تطلع له الرساله اللي هي انا كسيرفر الويتنج اوبريشنز بتاعي تايم اوت، ما لحقتش اجيب لك التنفيذ. فانا نو لوك معناها ما تقفلوش على حد مهما كان العدد برضو كي ايه يشتغل. تمام، دي كانت من الحاجات المور ادفانس اللي حبيت اقولها، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.